لا يوجد صياد في الشحر لا يعرف سالم. إنه واحد من أمهر البحارة رغم ما فيه. يحتاج سالم المولود في العام 1970 إلى من يعينه على الصعود والنزول إلى البحر، كما يحتاج إلى أمر آخر يتمناه منذ وقت طويل. ينتمي سالم عوض إلى مدينة الشحر، المدينة التاريخية التي حملت معها أسماء عديدة، أشهرها مدينة سعاد وأم الأيتام. علاقتي بالبحر وأنا صغير، كنت وأنا صغير متعلق إلا بالبحر. بغونا ندرس ما درست له، دخلت وخريت تميت إلا بس في البحر، رغبة حقي في البحر، تميت سنين كان شعوري أنا صغير. زيت البحر يا أول خيفان كداها، وبعدين خلاص نطلع مع قوم بوي الله يرحمهم، قضيت فترة طويلة معهم، وبعدين بتيت مع أخواني، أكبر واحد في أخواني وشليتهم معي واشتغلني، قضينا سنين نشتغل نحن ياهم، وبعدين شليت اليهوري كلين 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 بيت مع نفسه بعدين، وشليت اليهوري ويبت لي فنان مفار معي واشتغلت فترة طويلة نحن وياهم. وتعرف حد يدخل معي وحد يخرج، حق نفسي هنا ما بقدر إلا ضروري، بات حد يبلي الهوري بس تدبح البترول بس، وكل ساعة نيب حد معي. بس وانا صغير اخترته نرتاح هلا بالبحر، حتى الدراسة ما نفهم شي فيه، حتى الاسم ما نعرفه، وكان الوقت ذاك نعانى لباس فيه خفيف وليل ونشيط. رجال مكافح في البحر من صغره، وهذا الصغير وهو في البحر، وهو صغير شوفوا عاد في يروح البحر مع قنبو، يروح البحر إلى اليوم هذا وهو مكان مكافح في البحر. العاقة ما خلت توقفه إن يبلو الهوري ما انتحته كيف، وبعدين يطلع في الهوري، يعني هذا في هذا العاقة اللي فيه كيف. لو حتى أنا ما بيشتغل، تعلمت الكفاح منه الريال صابر ومدامس في الحياة هذه كيف، ويعني يطلع البحر بسنان ينعش، يعني واحد تاني ما بيقدر نقول رب الهوري تحته يطلع، لأنه بغى لقمة العيش، ما حد معاه اللي بيعينه. بعد نصف قرن من العلاقة مع البحر لا يستطيع سالم أن يمارس شيئاً آخر بعيداً عن صفحة مياهه الزرقاء. سبب الإعاقة وأنا صغير، وبعدين كبرت ما نقدر نسير بالعكازات، وخذت فترة وأنا صغير إلا بالعكازات. بحار بعكاز، وفوق إعاقته السابقة كان على موعد مع إعاقة أخرى. حصل لي حادثنا كان في البحر قبل 5 سنين، ونحن في البحر ويا نحن واحد ويا فوقنا محص، نحن نزعق علينا واحد نواحد معي ويا فوقني وحمل، نحن يوم شفته قريب الهوري قمت كفزت البحر بغيت بشرد منه، وقام عاد لك سريلي هي كده معوره وعاد زيده ويا الهواري ذيله وشلنا. مع مرور الايام والليالي جاهد سالم ان يبقى قويا في مواجهه امواج البحر وظروف البر.
مسؤولياته الأسرية والمجتمعية كانت دافعاً أن ينهض سالم في كل مرة يسقط فيها. أنا أب خمس بنات ولا حد يعين ولا حد يعيننا إحنا إلا أنا فوقهم نشتغل ونجيب لهم عقول ذاك ما كتب الله هوده بس وعقول ذاك نشتغل بالهذا هو القارب حقي ونعيش أهلي لا بنت عند زيد ولا بنت عند عمر المهم هود اللي نجيبه في البركة لا مروضة عقولك ما حد يفك عليه رغم الإعاقة نطلع البحر ونصابر نفسي وعقول ذاك نستبر لما نطلع بس وعقول ذاك نصابر نفسنا والباقي كلها الأشياء على الله. قاربه القديم لم يعد يحتمل الذهاب والعودة يومياً وعفى الزمن على المحرك فتوقف عن العمل. ومنذ تلك اللحظة وهو ينتظر أن يعود قاربه إلى البحر وأن يتوقف عن العمل في قوارب الآخرين. الماكينة تعطلت بيقع كده كم؟ بيجي 5 أشهر وتعبت فيها صالياتها ودحين شوفها مسقول عند الريال. يو واحد زال الله خير وعطانا ماكينة قال لي عبر بها اشتغل بها وعاد اللي حياته من اللي حفتنا حني المقام الصبح ما تقوم ما نتحر بعدين تقوم نمشي به إذا الله خير ما قصر. لا يقتصر عمل سالم على ما يجود به البحر من أسماك من جوفه بل عليه أن يبيعها في سوق المدينة. أنا شغلي أروح البحر ونجيب عقولك السمك هذا لجبناه نجيب الحراي إنه شوي وإنه يم هذا اللي كتبه رب العالمين نتمنى إن شاء الله نرجع للبحر بس بغيت قارب نظيف ده قارب تقيل قديم معي حتى المكاين اللي قطب الصبر عليه هذا الدعم الفوق اللي فيه هو قديم فقيل ما يصير يم مع المكاين عليه ونتمنى إن شاء الله بغيت لي شهوري نظيف وخفيف ومكيني إن شاء الله نعيش على أهلي. وبينما يواصل صياد الشحر الانتظار هناك من يجهز لأجل عودته إلى عالمه دون حاجة إلى قوارب الآخرين حيث الإنسان وجد الطريق إلى سالم الذي لم يتخلى يوماً عن مسؤولياته. تخيل إن كل إنسان بقارب ومحرك جديدين وعدة اصطياد وأدوات سلامة سوف يبحر سالم مجدداً في بحر العرب. سيواجه الأمواج مثل ما واجه الظروف المتقلبة وسيعود بخير وفير من بحر نزل فيه أول مرة قبل نصف قرن. البحر جاي ايش امنيتك؟ امنيتي بغيت مكيني بس وبغيت هوري كان شيء هوري على قولك
بس وبغيت العافية يا ريال. إلا خرمة فيها على البحر والروح دائم عقولك البحر، واللي نجيبه عقولك هود شوي قاعد نعبو. عم سالم في ظرف بغيتك تقرا هذا يا عم سالم، ظرف افتحه وقرا. طبعا برنامج حيث الإنسان، هذا القارب ملك لك، هذه هدية مقدمة من برنامج حيث الإنسان. القارب اللي جالس الآن فيه هذا حقك والمكينة حقك، بالإضافة إلى معدات البحرية متكاملة، مونة متكاملة، وشبكة مغوار 10 أدرع تمام، وأدوات سلامة مقدمة من برنامج حيث الإنسان. جزاكم الله خير، الله طول بعمرك. هذه هدية منه، وأنت إنسان تستحق كل خير يعني. جزاكم الله خير، الله طول بعمرك. الكلمة الإنسان قد كبر همه، ويسمع لا تخاف من شي، وربك ما ترك إنسان، لأن الله خلق إحساس عشان الناس تحس بالناس، ولا ينقص عليك من كاس إذا سقيت بعطشان.